إذا استهداف لقوات النظام في البادية السورية، سانا تقول بأن تنظيم الدولة وراء هذا الاستهداف، التنظيم لم يتبنى حتى اللحظة. السيد الأسد يقول بأن هناك أيضا جهات حرب بالوكالة في هذه المنطقة، ما قولكم في هذا الحدث؟ في الحقيقة يعني لم يكن مفاجئا الحدث الذي حصل يوم أمس، لأن البادية السورية باتت يعني ثقب أسود تبتلع كل من يمر من هناك، وبالذات بأن البادية السورية يعني كبيرة جدا وممتدة من الحدود العراقية شرقا إلى الحدود الأردنية جنوبا، وتمر عبر من 6 إلى 7 محافظات سورية، من دير الزور مرورا بحلب وحماة وحمص إلى يعني وصولا إلى السويداء. فالبادية السورية يعني كبيرة ممتدة على كامل تقريبا الجغرافيا السورية باستثناء الساحل السوري، وبالتالي يعني يسهل لأي قوة خارجة عن يعني عن ضوابط القانون الدولي أن يعني تستخدم هذه البادية، وبالذات ما يحصل من خلال المرور القوافل الإيرانية القادمة من طهران فبغداد وصولا إلى دمشق لتغذية النظام وليعني إمداده بالأسلحة والذخائر من إيران. فيعني في الحقيقة يعني كل فترة نسمع بأن لواء القدس الفلسطيني الموالي لنظام بشار الأسد قد تم قتل 10 إلى 20 أو حتى يعني لكامل السرية التي تمر من هناك. فيعني قد يكون النظام أيضا يعني يريد أن يتخلص من هذه الميليشيات التي باتت عبء عليه، وبالتالي يعني يقوم بقصفهم أو يقوم بقتلهم. إلا أن بات التنظيم هو الشماعة التي يعلق عليها كل هذه المصائب التي تحصل في البادية. الإيرانيون يتهمون داعش عندما يتم استهداف قوافلهم، أيضا النظام يتهم داعش عندما يتم استهداف السرايا ويعني قوات الشبيحة التي تتبع له. كذلك الأمر بالنسبة للروس عندما يعني من فترة عندما سمعنا باختفاء لأربعة عناصر من فاغنر قوات خاصة روسية، أيضا سمعنا بتحميل المسؤولية لداعش. هل داعش فعلا الآن بتلك القوة التي تستطيع من خلالها أن تقوم باستهداف كل هذه القوة مجتمعة؟ وبالذات بأن الخبر يعني يتحدث بأن الاستهداف كان من خلال رشاش 23. هل داعش يعني تتحرك بأريحية كاملة في هذه المنطقة وتستطيع نقل رشاشات 23 أو 14.5 في هذه المساحة المفتوحة؟ وعلما يعني دائما ما نسمع من الروس بأنهم يغطون المنطقة جويا وبأنهم يرصدون المنطقة، فيعني هناك خلل أعتقد تتحمل مسؤوليته هذه القوة التي تقول بأنها تحارب داعش. أنا أعتقد بأن هناك توصية من قبل التحالف الدولي لأن تبقى خلايا وفلول لداعش في هذه المنطقة لاستهداف الإيرانيون الذين يحاولون إيصال ذخائر وأسلحة لقوات النظام ولحزب الله في الجنوب السوري. وهنا في مسألة الميليشيات، هناك دراسة أصدرها مركز عمران الدراسات، ذكر أن إيران تمتلك نحو 64 موقعا عسكريا إضافة إلى 512 موقعا معظمها يتبع إلى إيران في هذه المنطقة. إذن هناك ربما يعني انتشار كبير وواسع لإيران في هذه المنطقة. وعندما تذكر بأن هنا ذكرت سيد خليفة شماعة داعش لجميع الأطراف هنا، نعم، بالنسبة لضبط الإيقاع في هذه المنطقة مسؤولية تقع على من؟ أين الأمريكا؟ أين الروس من ذلك؟ ما الذي يجري يعني في هذه المنطقة النفطية؟ أنا أعتقد بأن الجميع يعني يعلم بأن البادية السورية هناك من سيكون يعني هناك سيكون المعركة الأخيرة في سوريا. لذلك يعني تجد الأمريكان بشراكة مع البريطانيين والفرنساوية متواجدين في قاعدة التنف، ويعني لديهم هناك قوات أو فصائل من فصائل الثورة، فصائل المغاوير موجودة هناك. وهناك أيضا معلومات أخرى تقول بأن في الأيام القليلة القادمة سيكون أيضا يعني تواجد لفصيل يتبع للثورة السورية وللمعارضة السورية في المنطقة هناك. فالكل يجمع بأن منطقة البادية سيكون فيها يعني آخر المعارك في سوريا. لذلك الإيرانيون يشددون على تواجدهم في تلك المنطقة. التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أيضا مركزة على تلك المنطقة، إن كان يعني سيكون هناك تدخل لقوى جديدة إن كان أوروبية أو حتى عربية بين قوسين عربية قد يكون في القادمات أيضا.
فسيكون في تلك المنطقة، لأن هذه المنطقة ليست ذات كثافة سكانية، وبالتالي تستطيع القوى العسكرية أن تتحرك بأريحية أكبر. هل باعتقادك هو ما يجري الآن هو إرهاصات لربما نية أمريكية للانسحاب من هذه المنطقة كما جرى في أفغانستان والآن في العراق، وبالتالي هناك الكل يسعى لملء هذا الفراغ؟ أنا لا أعتقد ذلك، يعني لا أعتقد الأمريكان خلال هذه الفترة وبالذات بعد انسحابهم من أفغانستان وما يعني تبعها من يعني كل هذه الكلام الذي حصل على وسائل التواصل الاجتماعي وتحميل إدارة بايدن المسؤولية عما حصل ويعني التخلي عن حلفائهم، لا أعتقد بأن الأمريكان أو قوات التحالف الدولي ستنسحب في القريب العاجل من تلك المنطقة، لأن كما أسلفنا بأن يعني كما أعتقد أنا يعني شخصياً بأن هذه المنطقة البادية السورية ستكون آخر المعارك السورية فيها، وسيكون يعني معظم الحسم في هذه المنطقة. آخر المعارك يعني إن صح تسميتها بأم المعارك في سوريا. قد تكون كذلك. طيب كيف سيكون المشهد هناك؟ أعتقد المشهد هناك سيكون يعني من يستطيع أن يعني يمتلك تغطية جوية كاملة هو من يستطيع حسم المعارك، لأن روسيا كما تعلمون يعني. نعم روسيا قد يكون التحالف الدولي، قد يكون الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كما يعني تعلمون بأن الجغرافيا هناك جغرافيا يعني مسطحة، أي تحرك لأي فصيل لأي جندي إن كان هناك تغطية جوية يستطيعون رصده، وبالتالي يعني القضاء على هذه الميليشيات وعلى هذه المجموعات الخارجة عن يعني عن القانون الدولي على الأقل.